أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اليوم عن تشكيل اللجنة العليا لقيادة وتنسيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 691 لسنة 2019. وقال عضو مجلس الأمناء في الهيئة لؤي الصالح إن اللجنة تضم في عضويتها 21 عضوا يمثلون وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بتنفيذ محاور ومبادرات الاستراتيجية الوطنية، علاوة على عضوية جمعية الشفافية الكويتية ممثلة للمجتمع المدني. وأضاف الصالح أن اللجنة ستتولى بشكل رئيسي عملية الإشراف العام على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإصدار التوجيهات العامة واعتماد التقارير الخاصة بحالة تنفيذ الاستراتيجية واعتماد خطط عملها السنوية. وأوضح أن نزاهة تعمل حاليا على إصدار قرار بتشكيل فرق العمل الفنية والآليات التنفيذية التي ستتولى عملية تطبيق محاور وأولويات الاستراتيجية الوطنية.